السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من ليسون 1 كونسبت 1.1 اكتيفيتي 2 بينجوين سبيتش. هنلاقيه في بيج 18 في كتاب النهارده. طيب هنبتدي بسؤال بيقول لنا ايه؟ Can you stand on ice in bare foot for five for about 5 minutes؟ يعني ايه؟ يعني نقدر نقف على التلج برجلينا من غير ما نكون لابسين شوز ولا اي حاجه لمده 5 دقائق؟ ها، حد يقدر يقف على التلج لأكتر من 5 دقايق؟ ها، الإجابة إيه؟ طبعا false. No, this is not true. We cannot stand on the ice by bare foot for about 5 minutes. ما نقدرش نوقف على التلج لمدة 5 دقايق ومن غير ما نكون لابسين شوز في رجلينا. bare foot يعني القدم بتكون عارية من غير شوز. طيب عندنا السؤال التاني. Penguin can walk on ice for a long period of time. طيب هل البينجوين بقى يقدر يمشي على الايس فور لونج بيريد اوف تايم لوقت طويل؟ ها، صح ولا غلط؟ البينجوين يقدر يعمل كده ولا لا؟ برافو، تمام، صح. يس، ذس از ترو. ذا بينجوين كان ستاند اون ايس فور لونج بيريد اوف تايم، لان البينجوين اصلا بيعيش فين؟ برافو، بيعيش في الايس. تمام. طيب تعالوا بقى ناخد بقى، احنا عرفنا كده ان الدرس بتاعنا النهارده عن ايه؟ عن البينجوين، واحنا في الدرس ده بنتكلم اصلا عن الادابتيشن. احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان كلمه ادابتيشن يعني كلمه يعني معناها تكيف. يعني ايه تكيف؟ يعني ازاي الانيمال بيقدر يعيش في اي بيئه هو بيعيش فيها، ازاي بيتاقلم او ازاي بيتكيف مع العيشه فيها، يعني جسمه بيبقى عامل ازاي عشان يقدر يعيش فيها. طيب هنا العنوان بتاعنا بيقول لنا adaptations of penguins to survive in cold environments. ايه هي الادابتيشنز؟ ايه هو التكيف اللي بيحصل في الجسم بتاع البينجوين عشان يقدر يعيش في الايه؟ في الاماكن الكولد او الاماكن ايه؟ البرد. طيب ها، انا كنت عايزه اعرف بس في الاول، البينجوين ده نوعه ايه؟ يعني نوعه ايه من الانيمالز؟ يعني فيرتبريت، انفيرتبريت، يعني بيرد، مامل، نوعه ايه؟ طبعا ده بيرد. بيرد يعني ايه؟ يعني طائر. طيب احنا معروف ان الطيور بنسميها طيور عشان بتطير. لا، عندي بقى البينجوين ده it is a bird but can't fly، ما بيعرفش يطير. but can stand on ice all the day، يعني واقف على التلج طول اليوم. تمام. الهابيتات بتاعته احنا دايما في كل animal هنتكلم على الهابيتات بتاعته. كلمة هابيتات دي يعني مكان المعيشة، يعني بيعيش فين. الاقي البينجوين in Antarctica lives in polar climate that is one of the coldest place on earth. يعني ايه؟ يعني بينجوين بيعيش في مكان اسمه الانتاركتيكا اللي هي القاره القطبيه. القاره القطبيه بيكون الجو فيها polar climate، يعني مناخ قطبي. يعني ايه قطبي؟ يعني عند القطبين بيبقى الجو برد جدا لدرجه ان هو بيكون تلج، بيبقى كل المكان اللي هم عايشين فيه تلج. وطبعا ده one of the coldest place on earth، واحد من ابرد الاماكن على الارض، يعني الحراره فيه بتبقى قليله جدا في الاماكن دي، اللي هي فين؟ الانتاركتيكا او في البولار كلايمت او المناخ الايه؟ البولار اللي هو ايه؟ القطبي بتاع القطبين. طيب احنا كده عرفنا هنا ان البينجوين ده بيرد، طائر. طيب الطائر ده كان فلاي ولا كانت فلاي؟ لا، البينجوين كانت فلاي، مش بيقدر يطير. but it can stand on the ice all the day، يعني طول الوقت واقف على الايس. وعرفنا الهابيتات بتاعته اللي هي الانتاركتيكا او في البولار ايه كلايمت. تمام. ايه بقى الحاجات اللي ربنا خالقها فيه في جسمه بتخليه يقدر يعيش في البولار كلايمت دي؟ هلاقي اول حاجه البادي بتاعه، الجسم نفسه كله. شايفين جسمه؟ اهو جسمه كله معمول من ايه بقى؟ Penguin's body is covered with dense feathers. يعني ايه dense feathers؟ يعني ريش كثيف. طبعا عارفين ان اي بيرد طائر اصلا بنعرف ان ده طائر ازاي؟ عشان عليه ريش. طيب الاقي ان الريش هنا بتاع البينجوين دنس. يعني ايه دنس؟ كثيف، يعني كتير. بصوا كده على الجسم بتاعه، الريش جنب بعضه، انت مش عارف حتى تشوف اي حته من الجلد بتاعه عشان الريش جنب بعضه كثيف، يعني كتير. فكلمه دنس دي يعني كثيف او كتير. فيذرز يعني ريش. اند a thick layer of fat. يعني ايه بقى كلمه thick layer of fat؟ بلاقي ان الجلد بتاعه نفسه سميك تخين، والتخن بتاعه ده دهون، عباره عن طبقه من الفاتس. كلمه فات دي يعني دهون. to keep its body warm، عشان يحافظ على الجسم بتاعه ايه؟ warm، دافي طول الوقت. يبقى تاني البينجوين ايه الحاجه اللي بتخليه يقدر يعيش في البولار كلايمت في الاماكن البارده؟ او الحاجه جسمه its body بيكون covered with dense feathers، يعني عليه ريش كثيف جدا، كتير جدا جدا، وكمان تحت الريش في جلد، الجلد ده كمان سميك، هو كمان thick layer of fat، يعني طبقة سميكة من الدهون. to keep its body warm، وفي بالطريقة دي طبعا بيحافظ على جسمه
دافي. زي ايه احنا في الشتاء بنعمل ايه؟ بنلبس بقى طبقات كده من الهدوم، وفي جاكيت في الاخر. فنفس الفكره بتاعه جسم البينجوين، في طبقات من الفاتس على جسمه، وكمان بتغطى في الاخر بالفيدرز بالريش، وده بيحافظ على درجه حرارته to keep its body warm عشان ايه؟ ما يتلجش. طيب تمام. ايه تاني بيساعده ان هو يعيش؟ الفيت بتاعته. الفيت يعني القدم، الاقدام بتاعته، الرجلين الجرين بتاعته ما عندهاش فيدرز. الله، انت لسه يا ميس بتقول لنا دلوقتي ان جسمه عليه فيدرز، عشان كده هو عارف يبقى ورم وعارف يقدر يعيش في المكان ده. طب ازاي بقى ان الليجز بتاعته او الفيت بتاعته ما عندهاش فيدرز؟ طب ما هي ما فيش ريش، طب ما هيدفيه ازاي؟ هنعرف دلوقتي هيدفى ازاي. تعالوا نقرب من رجليه قوي كده، شايفين الشكل؟ حتى تلاقوا شبه رجلين البطه شويه، او قريبه منها شويه بتاعت بقيه الطيور. بلاقي ان الايه؟ البينجوز فيت ستي وورم ديو تو ذا واي اوف موفينج ذا بلاد فيسلز. هنا بقى الفكره في تدفئه الفيتس بتاعته او الرجلين بتاعته مش من بره، لا ده بقى عندها ميكانيزم تاني، عندها طريقه تانيه جوه الرجلين نفسها. ايه هي الحاجات اللي جوه دي؟ اسمها بلاد فيسلز. فطبعا عارفين ان جسمنا احنا وجسم الكائنات الحيه الحيوانات التانيه عندهم بلاد، عندهم دم. حتى احنا لما بنتعور بنلاقي الدم طالع من جسمنا، برضو البينجوين عندها جوه جسمها دم. تمام. طيب في الدم ده بيمشي جوه انابيب رفيعه خالص اسمها بلاد فيسلز، اللي هي اوعيه دمويه. تمام. هنا بقى الحاجه اللي بتخلي الرجلين بتاعه البينجوين بتفضل وورم دافيه، هي الطريقه ازاي بتاعه ان ازاي البلاد بيتحرك جوه البلاد فيسلز بتاعتها. طيب هنعرف ازاي؟ ايه بقى الفكره بتاعت الدم؟ احنا عندنا احنا كمان دم، طب ليه بقى احنا كمان جسمنا ما بيفضلش دافي طول الوقت، او مثلا ما نقدرش نروح نعيش في البولار كلايمتس؟ لا، هنا بقى البينجوين سيت عندها ميزه مهمه جدا. بلاقي ان البلاد فيسلز بتاعتها عامله كويلين كده ملفوفه حوالين بعضها، شايفين كده اللفه اهي؟ يعني الاقي ان بلاد فيسل اهو ماشي جوه الصوابع، جوه الصوابع وراجع هنا طالع فوق، بيلف حوالين البلاد فيسل التاني. طيب بصوا، ده رجليه مثلا دي زي رجلينا احنا بقى، اهو في بلاد فيسل في مكان وبلاد فيسل التاني في مكان تاني. طيب ايه الفكره بقى ان هم ملفوفين على بعض دي؟ هلاقي عندي نمبر 1 blood vessels bring cold blood up from the feet. يجي عندي ال blood vessel اللي هو لونه ازرق ده بيلم الايه؟ ال cold blood. ما هو cold blood ليه؟ عشان دي الرجل الايه؟ اللي لامسه التلج، فتبقى cold في الحاله دي. طيب يعمل ايه بقى؟ هو المفروض الدم بيطلع كده ماشي كده، فياخد وهو طالع معاه في الاتجاه ده ال cold blood، خد ال cold blood اللي هو ملامس للتلج وطلع بيه فوق. تمام. ال blood vessel الثاني اللي رايح الناحيه الثانيه ده bring warm blood down، ياخد بقى الورم بلاد، ياخد الدم السخن ينزله تحت to the feet from the feather coated body. احنا قلنا ان جسمه كله من فوق مغلف بالفيدرز، مغلف بالفاتس، فطول الوقت سخن، فالدم اللي نازل من تحت نازل من فوق لتحت يبقى سخن. طيب يبقى انا كده تاني عندي الدم اللي طالع من الرجل اللي فوق بارد، ما هو ده الدم الملاصق للايه؟ للثلج. انما الدم اللي نازل بقى من جسم البنجوين لتحت للرجلين تحت ده اللي بيبقى سخن. تمام. يبقى احنا كده عرفنا اهو، في دم سخن طالع، في دم سخن نازل لتحت، والدم البارد طالع لفوق. طيب لما يحصل ويفنج بقى اراوند، كلمه ويف اراوند دي يعني ملتفه حوالين بعض، ملفوفين اهو، شايفين الشكل؟ ملفوفين حوالين بعض. وين دي تاتش، لما بيلمسوا بعض بقى، the warm blood vessels heat up the cold blood vessels. الله، ما هو الكولد بلاد فيسل ملفوف حواليه الورم بلاد فيسل، فبيسخنوا. تمام. So the heat transfer to the penguin's feet. فبالطريقة دي السخونية بتوصل للرجلين بتاعة الفيت، فبيقدر ان هو يستحمل درجة الحرارة ايه؟ القليلة. يبقى تاني عندي في تو بلاد فيسلز اهو، اللي من تحت ده اللي طالع من تحت من عند الرجلين لفوق للجسم بيكون بارد، اللي نازل من الجسم لتحت بيكون سخن. طيب انا هنا في المكان ده هما الاثنين ملفوفين حوالين بعض، اللفة دي بتخلي الورمز بتاع البلاد فيسلز اللي نازله لتحت تنتقل للبلاد فيسلز الثانيه، فبالطريقه دي الفيد بتاعت البينجوين بتفضل دايما ايه؟ وورم، ما بقاش بارد ولا سقعان منها ولا اي حاجه خالص. تمام. طيب تعال نشوف بقى سؤال الجيب ريزن ده بيقول لنا ايه؟ جيب ريزن فور penguins feet help them survive in cold climate. طبعا هنقابل في المنهج عندنا كتير اسئله كتير اسمها give reason. give reason دي يعني قول له سبب ليه، هتقول له ليه ده بيحصل ليه. طيب هنا السؤال بيقول لنا ايه؟ penguins feet help them survive in cold climate. ليه بقى الفيت بتاعت البينجوين بتساعد ان هو يعيش في الكولد كلايمت؟ الاقي السؤال الاجابه عندي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي شارحينها دلوقتي حالا، because warm blood vessels are weaved around cold blood vessels. عشان بلاقي ان الورم blood vessels
البلاد فيسلز الورم الدافيه بتكون ملتفه حوالين ايه؟ الكولد بلاد فيسلز الاوعيه الدمويه الايه؟ البارده فبتسخنها. تمام؟ اهو مش شايف الشكل ده؟ اهو ده الرجل بينجوين، وده مش طبيعي، ده لو حصل رجلين بينجوين مش ايه؟ مش هتبقى متدفيه. طيب في هنا ده فيديو بيتكلم برضو على نفس الفكره اللي احنا قلناها بتاعه ازاي البينجوين فيد بيبقى ما بيتجمدش، دو نوت فريز. هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف، في انيميشن حلو كده وفيديو جميل. طيب تمام. حلو، عندنا سؤال. The blood vessels coming upwards from the penguin's feet carry warm blood. ها، هل البلود فيسلز coming upward اللي طالعه لفوق بتحمل warm blood؟ ها، فكروا تاني، اللي طالعه لفوق فيها warm blood ولا لا؟ ها، صح ولا غلط؟ غلط، اللي طالعه لفوق فيها cold blood، ما هي جايبه الدم من تحت من عند الرجلين وطالعه لفوق، يبقى عندها ايه؟ cold blood مش warm blood. طب تعالوا نشوف السؤال التاني. Penguins can adapt to live in extreme cold environments by having feathers and fat in their feet. ها، بلاقي بقى في رجليها feathers وفات ولا في البادي بس؟ احنا قلنا ايه؟ في الاثنين، ولا في البادي بس هو اللي عنده feathers وعنده fats؟ برافو، فعلا هو ما عندوش fats و feathers الا في its body. لو هنا بيتكلمنا على الفيت بتاعته، in their feet، في رجليها لا، هو رجليها ما عندهاش لا feathers ولا عندها feet ولا عندها fats ولا اي حاجه، انما بتحصل لها warming بالblood vessels اللي هي بتلتف حوالين بعضها. اهو برضو الاجابه no this is not true. حلو جدا. طيب كده البارت 2 او activity 2 خلص. في كويز بقى عليه على برنامج اسمه كويزز، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف، و ده ممكن تشغلوه في اي وقت وتحلوه وتشوفوا مستواكم. ده مع الاسئله طبعا بتاعه الكتاب المعاصر اللي موجوده في نهايه الدرس. لسه في فاضل في الدرس ده بارت 3 ان شاء الله هتلاقوه بعد الفيديو ده على طول. السلام عليكم.